نستطيع أو لا نستطيع فعله وما نظنه مستحيلا أو غير مستحيل، نادرا ما يكون مهمة قدراتنا الحقيقية، إنها على الأرجح مهمة إيماننا بأنفسنا. ألبير كامو. من أحد صفات البشر هو البحث المستمر عن الأفضل والبحث عن الراحة والأمن إلنا ولعائلاتنا، ولكن من الضروري أن نلاقي طريقة محكمة ومضمونة لإيجادنا نبحث عنه، أو نلعب لعبة الحياة بطريقة مختلفة، أو نغير قوانين اللعبة شوي، أو نشارك على الأقل في تغييرها عشان تتلائم مع اللاعبين الآخرين الموجودين معك في هذا العالم. لكن المفروض تكون مقنعة ومؤثرة وغير أنانية وما بتصب بمصلحتك وبس. وقتها بيصير عندك هذه النوعية من التحكم على حياتك وبتفرض سيطرتك على الكون لأنك شاركت بصنع قوانينه. مش مطلوب انك تغير العالم كله، بس حاول تتعرف على النماذج الاخرى الموجودة حواليك. اطرح نموذجك، قدم ألحانك الجديدة ومعزوفتك الجديدة واغنيتك الجديدة، لكن الاهم انك لازم تصحى وتفيق، ولازم تكون جاهز لانك تفيق. غير هيك راح تضلك قاعد بتتظاهر بانك الشخص المسكين المشفوق عليه اللي اكتسب شخصيته وصاغ ذاته من اراء الناس عنه فقط، وعطوك هذا الانطباع عنك وعن مين انت. ولكن هذه فكرتك وتخيلاتك، هي فكرتك عنك، ولكن بالحقيقة هذا مش انت، لانك مش جدي ولسه مش مستعد انك تسيطر. بالوقت اللي بتمل وبتصير مستعد انك تصحى، ولما تلاقي حالك بطريق هذه الصحوة عشان تتعرف على حقيقة نفسك، رح تكشف انه اللي عم تعمله هو اللي بيعمله الكون كله في المكان اللي اسمه هون وهلا. صار ضروري انه نفيق ونتغير لانه جنسنا البشري قابل للتكيف والتأقلم. شو المفروض نستنى جنس اخر مشابه لإلنا، جنس عنده ثقة اكثر منا وعنده بعد نظر ابعد وعنده القدرة والحكمة اللي ما عنا اياها؟ لا طبعا، لانه بغض النظر عن كل نواقصنا وقابليتنا للخطأ ورغم كل فشلنا، ومهما كان مخزون طاقاتنا وقدراتنا ضعيف وهش، ومهما كانت طفولتنا محفوفة بالمخاطر، ومهما كانت بداياتنا متواضعة، إلا أنه إحنا البشر عندنا القدرة على صنع عظائم لا يمكن تخيلها. فقط لما يكون عندنا الرغبة الملتهبة للسؤال والاستفهام ومعرفة واكتشاف مين إحنا وشو هي الحياة وكيف نتغلب على أفكارنا المشوهة عن هذا الكون، وقادرين نفرق بين المعقول واللا معقول، وقتها بنوصل للحقيقة اللي بنبحث عنها. ولكن هاي الحقيقة بطبيعتها نرجسية، ما بتغازل إلا الأذكياء. هذه بكل بساطة